شير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اقول لك بس على صفقه النادي الاهلي. قلنا ان النادي الاهلي عاوز يجيب لعيب مدافع، ولاعيب مدافع مميز، وان هو عنده احمد ياسين وعنده محمد عبد المنعم ابنه، ومحمد عبد المنعم اللي رايح دلوقتي يشارك في كاس الامم الافريقيه ويلعب على فراوده افريقيا الاوروبيين اللي بيلعبوا في اوروبا اللي مكسرين الدنيا، وهنشوفه ده في منتخب نيجيريا في باقي المنتخبات خاصه لما نصعد الى الادوار الاقصائيه. النهارده واحد من اهم الناس اللي مطروحين ان هم يرجعوا، ومطروح ايضا احمد ياسين. دخل في المساله محمد فتح الله كاماتسو اللي كان معروض السنه اللي فاتت، قال له سنه كبير. الراجل بيتسو موسيماني قال لك احنا مالنا ومال السن، الراجل اداؤه كويس. فده اصبح الثالث في التوليف، والراجل مصمم على واحد منهم في انتقالات يناير. لان رامي ربيعه زي ما بقول لك خلاص راح الاسماعيلي وما عجبوش الفلوس، يبقى معنى كده لو جات له فلوس كويسه من فاركو ولا من فيوتشر ولا من اي نادي هيقولوا له جود باند جود لك، ماشي لو هو راضي خلاص. فهنا حاطين عينهم على فتح الله، بقى فتح الله ده ثالث اللاعبين المرشحين للانضمام الى النادي الاهلي في انتقالات يناير اللي هو يوم السبت ان شاء الله. وسنه سعيده عليكم ويكرمكم الباري في الشهر الجاري والعام التالي، ويسعدكم ربنا ويرضى عنكم جميعا ويرزقكم خيري الدنيا والاخره. لايك وشير وصلي على الزين. وعماد النحاس هيروح النادي الاهلي يا اونكل بسرعه بسرعه، ومع اقاله عماد النحاس تعالت الاصوات داخل النادي الاهلي وتعالت الاصوات الجماهير بضروره تعيين عماد النحاس مدرب عام لمستر بيتسو موسيماني. الكلام ده كتر لكن ليس له ظل رسمي، مفيش ظل رسمي. قضية النائب فاروق العمري فاروق يوم 2 يناير إن شاء الله. في موضوع عماد النحاس ليس له ظل رسمي داخل القلعة الحمراء. لايك وشير يا غالي، اضرب اللايك والشير وصلي على الزين، أرد على أسئلة حضراتكم، أي سؤال تحت أمركم. كل سنة وأنت بخير إبراهيم حسن، ربنا يسعدك يا هيمة ويكرمك الباري في العام الجاري. وعماد النحاس هيروح الأهلي مدرب عام، أنا لسه بقول لك أهو يا غالي. اسمه مطروح، المحله بيتفاوض مع مين يا اونكل؟ المحله مازال في الصدمه، لكن اي مدرب يتمنى تدريب نادي المحله. فرقه المحله فرقه كويسه، فرقه مميزه. محمد عوده ربنا مش كاتب له خير مع المحله، او اقسم بالله. موسى اشرف، تحياتي موسى اشرف من كندا، كل سنه وانت طيب، وكل اخواننا في جميع انحاء العالم، وكل عام وكل الاخوه المسيحيين في جميع انحاء المعموره بالف خير وصحه وسعاده. هي ايه صدمة الطموح؟ والله العظيم انت عسل. انا كنت انسى الواد رمضان صبحي. الواد رمضان صبحي كان عاوز يمشي، وقال لهم عنده عروض، وكان عنده فعلا عروض خليجية وعروض تركية، وعاوز يمشي ويقول لهم خلاص انا يعني خلاص زهقت من بيراميدز، جيت بيراميدز حقق الطموح، لقيت الطموح غاب، اعمل ايه بقى؟ فين كان طموحي؟ وقاعد كل شوية ماشي كده بشمعة في الاستاد يقول لك طموحي هنا لا ما جاش، طموحي هنا لا ما جاش، يا طموحي انت فين؟ حاجه بالشكل ده. فيا عيني الواد مش لاقي الطموح، عمال يدور عليه. قلت له يا ابني هات عربيه كده بنص نقل ولا حاجه وعلق فيها ميكروفون ويقول طموحي تاه يا اولاد الحلال. الطموح كان عاوز يمشي من بيراميدز، وعقد جلسه مع الكابتن المحترم ايهاب جلال. حاج عبد الوهاب يوسف فوق راسنا يمتعه بالصحه والعافيه. عمل قعده مع ايهاب جلال، فايهاب جلال قال له عاوز ايه يا طموح؟ قال له عاوز امشي يا كابتن. قال له يا ابني ما ينفعش تمشي من غير ما تحقق الطموح. قال له يعني ايه يا كابتن؟ قال له يعني الفوز ببطوله في بيراميدز شرط رحيلك. يعني ايه يا كابتن؟ قال له يعني انت لما نجيب بطوله لبيراميدز هوافق على رحيلك وهاقنع الاداره بهذا الامر. فقال له لكن غير كده مفيش رحيل، وشد حيلك في كاس الامم الافريقيه وقدم نفسك للناس عشان سعرك يعلى، ونشتغل نجيب بقى كاس مصر، نجيب الكونفدراليه، نجيب الدوري، نجيب اي بطوله، احنا عندنا عناصر ممتازه 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 تستطيع انها تفعل اي شيء. فكانت صدمه صدمه موجعه مؤلمه للطموح من الكابتن ايهاب جلال. دمتم في امان الله ورزقكم الله رزق المستغفرين وفتوح العارفين. سلام عليكم.